الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخشون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قال أهل التفسير أن الله تعالى حقر من شأن المدعوين من دونه جل وعلا، فقال للذين يدعونهم معه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي أن الذي لا يكشف الضر ولا يحوله عنك ولا يجلب إليك النفع لا يستحق أن يعبد مع الله جل وعلا. وهذا هو طريق القرآن، وهذا هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالعقيدة الصحيحة في الله جل وعلا، بأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، وعلى وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من صريح القرآن ومن صحيح السنة المطهرة ومن إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. فهذه الآيات تدل على أن غير الله لا ينفع ولا يضر بغير إذن الله جل وعلا، فغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وقال الله تعالى في الآية التي بعدها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أغرب ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في هذه الآيات يأتي المتصوفة بالشبه وبما يخالف القرآن الكريم وبما يخالف المحكم من الآيات والصحيح من الأحاديث التي تدل على أن الله جل وعلا يستحق أن يدعى وحده وأن يتوكل عليه وحده وأن يستعان به وحده جل وعلا. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآيات صريحة وواضحة إنه غير الله ما يدعو مع الله، غير الله ما يدعو مع الله، لأنك أنت لو دعيت زول مع غير ربنا سبحانه وتعالى والتجأت له إنه يكشف عنك ضر أو يجلب لك نفع تكون بقيت من الضالين. ربنا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، أي وكانوا بشركهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يوم القيامة يكفروا بك، يقول لك أنت عبدتنا من غير الله وأنت على ضلال ونحن عبادتك دي اتبرأنا منها وما عندنا فيك شغلة وأنت تمشي جهنم. كويس؟ فللأسف الشديد الآيات الواضحة دي والأحاديث الواضحة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، ومن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. بيجوا عطالة، الواحد والله شفته سجم رمد ما قادر يفهم الدليل الصحيح الصريح إنه غير الله ما تدعو. دليل يكون رد عليه يجيبه لك ويقول لك ده والله دليل على إنه تدعو الكباشي وتدعو المكاشفي وتدعو شعوانة وتدعو يا ود عويس القلب الغنماية تيس ويا رجال العيلفون الأسرع من التلفون. منهم واحد بليد رقبته قدر الملوى، كويس، شغال كفر وشيرك بربنا سبحانه وتعالى، اسمه محمد المنتصر، جايب حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح لكن فهم وينه للحديث، ما عنده فهم. ودي من الأمثال اللي بيجيبوها عشان يبطلوا بها الحق و يحق بالباطل العندهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وهذه تسلية وهذه تقوية للموحدين الذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى إخلاص العبادة لله وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أن أهل الباطل لا يستطيعون أن يجاروا الحق أو أن يحاربوا الحق بأي نوع من الأنواع، أي نوع حرب يدوروها ضد الحق بتروح لهم ساي بتروح لهم. ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. شفت تجيب لك باطل، الله بجيب حق بكسرك انت وباطلك.
انت وباطلك بكسر كن. فالموهوم البليد ده جايب حديث قال ده فيه دلاله على انك تدعو غير ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقرا لك نص الحديث كويس، وقال فيه دلاله على انك تدعو ربنا بجاه النبي عليه الصلاه والسلام. وكذا اقرا شوف نص الحديث ده بيتوافق مع الاستدلال اللي جابه الزول ده؟ ما بيتوافق يا اخي. ده البولة ده سي يعني. الواحد يقول لك تقول له الدليل بتاع الحج شنو؟ الحج انه نمشي الحج ونعمل شنو؟ يقول لك والله قال ثم من؟ قال امك. عادي ممكن يجيب لك. ليه؟ لانه زول بليد داري تابع هواه بس، استدل بهواه. لكن ما بينفع، انت قايل بنخليك والله تقعد في التلفزيون في سماء الله، ما بنخليك. اصل جيب باطل والله ما نخليك. كويس؟ جاب حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي أن رجلا من رواية عثمان بن حنيف أن رجلا أعمى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أدعو الله لكي يرد إلي بصري. البداية دي ما بتنفي لك المنهج الماشي به محمد المنتصر والماشي به ماشيين به الصوفية كله. بداية الحديث دي برا أدعو الله، أدعو منه؟ دعا الرسول. كويس؟ هل قعد في بيت ومن البيت هناك قال يا رسول الله شيل بصري ده انا فقدته رجع لي؟ ما قال كدي. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعو الله لكي يرد الي بصري. النبي عليه الصلاة والسلام كويس درد النبي عليه الصلاة والسلام له، قال له ان شئت دعوت الله. ما قال لك اباشي ولا شعوانة ولا ودعويس، قال له ان شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك. قال بل ادعو. قال له ادعو لي. الموضوع ده قد انتهى. تاني ما تجي تقول لي والله البرعي قال إنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. انت كافر طوالي طوالي، كاف حقتك طالعة طوالي، جهنم بس جهنم. ليه؟ لأنه ده شرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك قال بل ادعو. قال له ادعو، أنا دايرك تدعو لي ربنا يرجع لي بصري. قال له فأتي الميضة، أي مش محل الوضوء، أتوضأ كويس وصلي ركعتين. الصحابي مشى يتوضأ وصلى وجا راجع، والعلماء قالوا ده فيه دليل على انه تتوسل لربنا سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، لانه الوضوء عمل صالح كويس والصلاه عمل صالح. فالتوسل يكون بدعاء الله جل وعلا بالاسماء الحسنى وبدعاء الله جل وعلا بالاعمال الصالحه، ولا يكون بالشرك ان تدعو فلانا من الناس او ان تستغيث بهم في جلب المنافع ودفع المضر. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا مش اتوضا كويس، وقال له صلي ركعتين وتعال. الشبهة الثانية اللي بيجيبها لك في الحديث بيقولوا لك والله انك تستغيث او تدعو او تتوسل لربنا سبحانه وتعالى بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وده كلام باطل. ليه؟ لانه جاه النبي عليه الصلاة والسلام ثابت من يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، مكانته عند المسلمين وعند المؤمنين ثابتة الى ان يرث الله الارض ومن عليها. مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين شنو؟ مش قدوة للمسلمين انه يقتدوا به. مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة. قال له علمه دعاء ان يدعو الله به. شوف الدعاء ده القرينة فيه، لكن ده يفهم عربي وين؟ ده العربي لاقاه وين؟ ده اظنه لغطة صغيرة زمان في الروضة ديك، اظنه ما قرا بس طوالي مما طلع كدي بقى شغال كفر. كويس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يدعو، قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، أي بنبيك أي بدعاء نبيك. ليه؟ لأنه في بداية الحديث جاء قال للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله لي. فالبينة في قرينة بتدل على أنه الباء في الدعاء العلم له النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا دعاء أو توسلا إلى الله جل وعلا بمكانة النبي أو بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاه أحد لا ينفع أحدا من الناس. والله تعالى يقول ولا تذر وازرة وزر أخرى. كويس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام
كما قال لابنته فاطمة: سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. شوف لما تجي يوم القيامة ده ما في زول بمرقك، عشان كده ما يقول لك والله ده دعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. والدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من البدع والمحدثات، الجواب نوع محمد المنتصر ده، ودي برضو يتوديك جهنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كويس، دي بتوديك جهنم برضو. عشان كده انت دار تدعو ربنا سبحانه وتعالى، تدعوه بالأسماء الحسنى، كويس، وتدعوه بالأعمال الصالحة، أو تدعوه تسأل زول من الناس بتحسب فيه الصلاح، لكن البرع ناس البرع ده ما عندهم صلاح. كلمك النصيحة، ده المجرمين وزنادقة وما عندهم علاقة بالكتاب ولا بالسنة. ولو في صوفي ما راضي كلامنا ده يرفع يده يقول أنا والله عندي رأي غير ده، تعال قولوا لنا. كويس، تدعو بدعاء الرجل الصالح، تقول له يا فلان، أي زول بتحسب فيه الصلاح، تقول له يا فلان اسأل لي ربنا سبحانه وتعالى. وده ظاهر في الحديث اللي بيستدلوا به العطالة ده، لأنه ده جاء من بيته والصحابة جاء من بيته، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تبارك وتعالى له بأن يرد الله عليه بصره، فدفيه دلال على أن الزول يتوسل لربنا سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. والعمل الصالح في الحديث الوضوء والصلاة، صلى الله الزول ده كويس. والدعاء أو التوسل إلى الله بالصالحين أن يكون الحي الصالح الحي القادر، زول بيكون قاعد معك كويس وإنت بتحسب فيه الصلاح، تقول له وسأل لي ربنا يوفقني وسأل لي ربنا يرد علي بصري. لكن ما تقعد في البيت ترقد يا الكباشي، المرة والله اللي عندها عملية أسأل لي الله، إنت والمرأة كان وافقتك على الكلام ده تبقوا مشركين، تبقوا مشركين وجهنم وما بتمرق منها. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.